السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشيني خالص. كل سنة وانتم طيبين. انا دلوقتي في جولة كده، هاخدكم معايا لعجيبة. قبل ما نروح قبل ما نبدأ كلامنا كده، بإذن الله يا ريت اللي هيتفرج على الفيديو خارج مصر وداخل مصر وكل اللي بيشوفني، يا ريت ما ينساش الاشتراك في القناة، ويشرفني بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو عشان يترفع والشير. والله يا حبايبي انا بتعب في الفيديو ده خالص، والتصوير الخارجي ده بالذات بيتعبني جدا، ما تعرفوش قد ايه يعني. فيعني يا ريت ترفعوا الفيديو كده باللايك، عشان يعني تعبنا بس ما يقعش على الارض. وبتمنى الاشتراك في القناه كده وتشير الفيديو كده، وربنا يخليكم ليا يا رب حبايبي، وربنا يفرح قلبكم ويسعدكم جميعا. فانا معاكم اهوت، داخله بقى اهوت على عجيبه. ان شاء الله بقى ايه، هوريها لكم كلها كده باذن الله، ويا رب تعجبكم، ويا رب قناتي تكون بتعجبكم وتكون خفيفه كده. بصوا بقى يا حبايبي المنظر جميل ازاي. بص المنظر، طبعا دي عجيبه من عجائب الدنيا السبع، وفعلا لهم حق يسموها عجيبه. الجبال بقى مع المية، مع لون المية بقى جميل ازاي. يا رب بس يكون الصوت واضح عشان في هوا شوية. والله يا حبايبي انا بروح في كل مكان عشان افرجكم فيه على معالم مطروح وجمالها. يا ريت اللايك، اللايك الله يخليكم. ان شاء الله قناتي تكبر ليكم وبيكم، وكل اللي يتفرج على القناه ما ينساش يشرفني بالاشتراك خارج مصر وداخل مصر. حبايبي بص المنظر رائع طبعا. يا حبايبي منظر رائع بصراحه، يعني بنفتخر ان بلادنا ولا اوروبا، صح حبايبي؟ ايه رايكم؟ ليا حق بقى بسفيره مطروح ولا لا؟ اخبركم كل حاجه عن مطروح. المنظر ساحر حقيقي، ساحر. نفسي تبقوا حبايبي كلكم معايا هنا تتفرجوا على المنظر الجميل ده. Thank you.
طبعا في سلالم هنا طويله جدا بتنزلوا منها بقى لغايه تحت. شوف بقى المناظر دي كلها بقى، المايه بقى الصافيه الجميله صافيه، يعني شوف الرمله من تحت. بص انا نازله دلوقتي، ادي السلالم اهي، ادي السلالم كده. يا سعيد تحت نازله الميه، جو رائع بصراحه، والميه صافيه وجميله ودافيه. بص يا حبايبي بقى، هنا بقى الجبال بقى كده منظرها وجمالها، وهنا طبعا سلالم طول ما انتوا نازلين بقى. انا نازله دلوقتي معاكم على السلالم علشان ايه ننزل لغايه تحت ونشوف المنظر بقى الساحر. دلوقتي حبايبي بقى احنا نازلين خلاص، ده بقى الطريق كده بقى، وانت نازل كده رايحين سايبين عجيبه، وده الطريق وانتوا نازلين. هتشوفوا بقى المنظر الساحر ده، حبيت اوريه لكم واحنا نازلين كده. والله ولا لبنان ولا اوروبا، منظر ساحر ساحر. شايفين يا حبايبي لون الميه كده وجمالها.
كل ده بقى واحنا نازلين بقى كده ومروحين خلاص. دي دخلت عجيبة بقى، المية دي جميلة ده، والمنظر الرائع ده انتوا شايفينه. يا ريت يا حبايبي، وبكرر تاني معلش، اللايك والشير والاشتراك في القناة. والله انا نفسي يعني كل حبايبي متابعيني واللي بيتفرج عليا يتفرج على المنظر الجميل ده معايا. انا بحاول اقرب لكم عشان اجيب لكم المنظر الخرافي ده. والجبال كده على يمينك والبحر على شمالك، منظر رائع والله رائع. فكرك كده بجبال لبنان كده، عشان بس نعرف ان بلدنا جميلة وفيها مناطق جميلة احلى من اوروبا كمان، ونفتخر ان احنا مصريين والله العظيم. فعلا يعني بلدنا فيها مناطق جميلة جدا، ومن أولها طبعا مطروح. سبحان الله سبحان الله الخالق العظيم على المنظر الجميل، الطبيعة الجميلة. كل اللي مراحش مطروح وأول مرة يشوفها أكيد يتفرج على فيديوهاتي للآخر ويكملها، هيحبها جدا ويتمنى يشوفها. المية الصافية والموجة البيضة الجميلة واللون الطبيعي الجميل اللي لون الفيروز كده جميل، منظر ساحر وحاجة تهدي الأعصاب والله. يعني اللي هتفرج على الفيديو وكمله للآخر لو أعصابه تعبانة هتهدى والله على طول.
سايباكم تستمتعوا بصوت البحر، ويا رب تكونوا سامعينه. يا رب اكون خفيفة على قلوبكم، وفيديوهاتي كده تكون خفيفة وتكون تعجبكم وتنور رضاكم، تكون قناتي تعجبكم بإذن الله وتنور رضاكم. ما تنسوش الاشتراك خارج مصر وداخل مصر، اشتراك في القناة، اللي يسمعني واللي يشوفني يا رب تكونوا كده في أسعد حال، ربنا يسعد أوقاتكم، وتشرفوني في القناة كده باشتراككم وباللايك. أرجوكوا حبايبي اللايك، اللايك عشان يرفع الفيديو ويتشير في كل مكان. عشان أقدر أعمل لكم حاجات كتير، ويبقى نفسي مفتوحة إن أنا أعمل. بجد لما فيديوهاتي ما بتجيبش ببقى زعلانة، و يجي لي احباط كده، وما ببقاش عايزه اكمل بصراحه. فيعني انا بتكلم معاكم نفسي العالم كله، برضو بتشرفكم ليا كل لايكات بتاعتكم، باشتراككم ليا حبايبي.